دكتور طارق ومنتخب السنغال اللعيبه اللي فيه زي ما استاذ حمدي اتكلم كلهم بيلعبوا في احسن انديه في اوروبا من اول تشيلسي الى البايرن الى كل وبالتالي كلهم لعيبه محترفه وشفناهم الماتش في النهائي معاهم. فمتوقع دخول منتخب السنغال هجوم جاي يعني اتعادل على ارض مصر وبالتالي اخلص في لا قدر الله في مباراه العوده في دكار يوم الثلاث. فريق السنغال من الفرق اللي هي اسلوبها حتى وهم وحشين بيلعبوا هجومي. يعني في الدور الاول لكاس الامم كانوا وحشين رغم ان هم لعبوا مع فرق ضعيفه. يعني لعبوا مع زيمبابوي اول ماتش وبعدين غينيا وبعدين ملاوي. ما احنا كمان اول ماتشين ما ظهرناش واحنا برضو كان نفس الكلام. نيجيريا وغينيا بس دلوقتي مفيش وقت لازم من الاول من اول ثانيه. لا احنا بنتكلم على ان هو حتى والمنتخب السنغالي وحش هو اسلوب بيلعبه كده بيلعب على الاطراف بيلعب هجومي واللعيبه بتوعه عشان في ثبات في التشكيل. يعني انا هقول لك مثلا دلوقتي التشكيل ال11 دول مش هيتغيروا. انا هقولهم لك من دلوقتي بكره هتلاقيهم هم نفس ال11 اللي انا بقوله اللي هم ادوارد مندي في حراسه المرمى قدامه بوناسار باك يمين وساليوسيس باك شمال اسمه ساليوسيس مش سيزيه وفي العمق عبده ديالو وكاليدو كولوبالي. نص الملعب هيلعب نامبلز مندي ارتكاز وعلى يمينه شيخو كوياتي وعلى شماله ادريسا جايه وفي المثلث الهجومي فامارا دي ديو راس حربه وعلى يمينه هيلعب في الغالب يعني هيكون موجود اسماعيل صار وعلى الشمال مش ده قاله متعور او اتكسر او لا لا, لا 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 موجود موجود وطبعا ماني. ساديو ماني في ناحيه الشمال. ال 11 لعيب دول دايما اسلوبهم الضغط من الامام. نمره اثنين بيجيدوا جدا اللعب على الاطراف. يعني تلاقي ان جبهه يمين فيها بونا صار وشيخ وكوياتي واسماعيل صار ثلاثه في الجبهه اليمين. تلاقي جبهه شمال فيها ساليوسيس وقدامه ادريسا جايه وقدامهم ماني. فتلاقي اطراف الاطراف دي بتخلي دايما باستمرار اللعب على الاجناب وكرات عرضيه كتير. فده فرقه دايما بتسعى ان هي تكسب. عشان كده احنا عندنا دايما انا سمعت ناس كتير قوي بتتكلم بس اكتر ناس عجبوني اللي قالك ايه اهم شيء في المباراه انك تمضي اي وقت حتى لو ما سجلتش فالاهم الا يصاب مرماك بهدف. انت مع فرقه تقيله وعايز ان لاعبتنا يبقى عندها الثقه لان احنا ما خسرناش من السنغال. احنا في النهائي ده ما خسرناش. المباراه التاريخيا اللي بتنتهي بركلات الترجيح بتسجل في نتائج المنتخبات كتعادل. يعني احنا ما خسرناش من السنغال، احنا تعادلنا 0-0 وبركات الترجيح خسرنا. فكمان ان الثقه في انك انت مش بس ما خسرتش، انت كنت بتلعب السنغال وانت فارق عنهم في الجهد كتير جدا. انت لعبت من السبع مباريات اللي لعبتهم لعبت منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال، لعبت خمسه من السبعه، هم ما لعبوش ولا ماتش تقيل الا ماتشنا. بس يعني ايه لعبوا زيمبابوي وملاوي مع احترامنا لكل الفرق وكل المنتخبات. خلينا